هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى، فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. والنهارده عايزه اكلمكم على ستايلات لبس جديده شكلها مختلف شويه الصيف ده. بدل على طول ما احنا بنلبس بناطيل وجينز كتير وكده، فانا حبيت اغير واديكم لوكات مختلفه كده، لوكس مختلف عن دريس وجيب ممكن نلبسها في الصيف زي ما قلت لكم، بدل البناطيل والجينز الكتير وكده. فليه لا ما نلبس جيب؟ النهارده حبيت يكون الفيديو عن ستايلات لبس مختلفه، تمام، بعيدا تماما عن البناطيل. يعني حبيت اديكم شويه افكار. طبعا الصيف دوت الجيب طالعه موضه جدا، الفساتين طالعه موضه جدا جدا جدا. اوكي، الفساتين المشجره واللي عليها ورود وكده طالعين موضه بطريقه مش طبيعيه. انا اوريدي هطلب فساتين مختلفه جدا هلبسها وانا رايحه مصيف وكده. في مصر، في القاهره، صعب شويه تلبس الفساتين ديت، اما لو انت رايحه مصيف او حاجه مفيش احلى من لبس الفساتين المشجره. هوريكم صورها دلوقتي، طالعه موضه بطريقه مش طبيعيه. اما اللبس اللي هوريه لكم النهارده دوت ممكن تلبسوه عادي في القاهره عادي، اما الفساتين المشجره اللي قلت لكم عليها ديت دي عايزه مصايف وكده. ويا سلام بقى لو انتشرت اكتر بقى وبقينا نلاقيهم في القاهره بقى ناس لابسه فساتين مشجره ونرجع زي ايام زمان، بجد هيبقى الموضوع حلو جدا جدا. بس وعايزه اقول لكم قبل ما تتابعوا الفيديو عايزه اقول لكم ان في ولد كيوت جدا جدا اسمه عمرو، عامل قناه على اليوتيوب، ولد عسل كده صغير في السن، بيقعد يتكلم على فيديوهات مختلفة. اسمه عمرو تي في على اليوتيوب، انصحكم بجد تروحوا تشوفوه، هيدوكوا كده جرعة تفاؤل وبهجة كده وانتوا تتفرجوا عليه. ولد عسل جدا جدا جدا، هيديكوا هيحسسكوا كده ان الحياة حلوة. روحوا بجد اتفرجوا عليه، وهسيب لكم دلوقتي حالا القناة بتاعته، اسم القناة بتاعته، وروحوا شوفوه واعملوا له سبسكرايب. اوكي، ويلا بينا نبدأ الفيديو.